أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبنائي وأحبائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية من الله عز وجل، وأن يصرف عنا وعنكم شر المرض والجنون والجذام وسيء الأسقام، ويبعد عنا وعنكم كل شر وداء وسوء ومرض وجبن وكيد وحسد، إنه على كل شيء قدير. كنا قد وصلنا إلى الآية 13 في تلاوة سورة المجادلة، ونكمل اليوم حتى الآية 17 بإذن الله. وأتمنى عليكم الانتباه إلى أحكام المد بالألف والمد بالواو والمد بالياء وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة، كي يتسنى لكم تلاوة الآيات بشكل جيد. فيجب أن تستمعوا للفظ الآيات والأحكام بشكل جيد. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، وجعلنا وإياكم من حفظة كتاب الله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نبدأ التلاوة الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. إذن وصلنا إلى الآية 17 في تلاوة سورة المجادلة، وأتمنى عليكم إعادة تلاوة الآيات من الآية الأولى حتى 17، والانتباه إلى ما ورد في هذه الآيات من أحكام، كي يتسنى لكم التلاوة السليمة الصحيحة بإذنه تعالى. ونعيد الآن تلاوة الآيات مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا،
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وجعلنا وإياكم ممن يتلون حروفه ويقيمون حدوده، ويجعلنا وإياكم من حفظة كتاب الله العظيم، وينفع الله بنا وبكم الإسلام والمسلمين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.